فيما يخص مباراه سان داونز فكر احترافي اشبه بالفكر الاوروبي، باعتين واحد النهارده يتفرج على اللقاء من الجهاز الفني من ارضيه الملعب، فانت بتتكلم على عقليه مختلفه عن اللي انت بتقابلها او بتشارك في افريقيا فيها يعني. فمعرفش هو دخل ولا لا، اعتقد ان هو طالب مني الدخول، لكن انا مش في ايديا يعني، مش قراري، ده كان قرار الامن يعني، او حتى لو في ايديا مش دخل. لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء يعني، مباراه انتهت بحلوها وبمرها، خلينا نستعد بقى للي جاي ان شاء الله.